السلام عليكم إخواني أخواتي، فيديو جديد. أتمنى أن الكل يكون بألف خير. معكم أخوكم عبد الحكيم. قبل ما أبدأ في مقدمة هذا الفيديو، أريد أن أشير إلى شيء مهم، وهو أول مرة أدخل إلى إحصائيات القناة أشاهد نسبة 70% يشاهدون الفيديوهات ولا يشاركون في القناة. أتمنى منكم الاشتراك ومشاركة الفيديوهات مع الأصدقاء لدعم القناة، وهذا يحفزني كثيرا على تقديم لكم الجديد، وأكون تحت تحت طلبكم لفيديوهات معينة. إذا لنبدأ في شرح هذا الفيديو، وهذا الفيديو راح أشرح لكم كيفية نشر في جميع مجموعات الفيسبوك بطريقة جد سهلة وبسيطة، وهذا الفيديو ينتظرنا كثير من المتابعين. أتمنى منكم التركيز في الفيديو ولا تسرعون الفيديو، نبدأ في الشرح على بركة الله. مرحبا بكم إخواني أخواتي من جديد، نبدأ في الشرح على بركة الله، ورح نقوم بتحميل هذا التطبيق زيب فيل إكستراكتور فور أندرويد. ثم بعد ذلك رح نقوم بتحميل هذا المتصفح ياندكس براوزر بيتا. بعد تحميل هذين التطبيقين رح ندخل إلى متصفح كروم، ونقوم بتحميل هذه الإضافة بطريقة جد سهلة وبسيطة. فقط تضغط على الرابط أسفل الفيديو في الوصف، ثم رح يحولك مباشرة إلى المتصفح جوجل كروم. ثم بعد ذلك احنا نضغط هنا للتحميل هذه الإضافة. لاحظوا هنا يتم تحميل الإضافة بنجاح، هنا جاري تحميل الإضافة. ندخل إلى التفاصيل نشاهد، لاحظوا هنا يتم تحميل الإضافة. تم تحميل الإضافة بنجاح إخواني. ثم بعد ذلك إخواني أخواتي احنا ندخل إلى التطبيق زيب إكستراكتور، ثم نقوم بالبحث على ملف الداونلود. ننزل الى الاسفل، نضغط هنا ليس الان، ثم هنا ملف الداونلود، ثم احنا نبحث على الاضافة التي قمنا بتحميلها. هذه الاضافة التي قمنا بتحميلها بوست اول فيسبوك جروب اون كليك، نضغط عليها ضغطة مطولة. ثم بعد ذلك احنا نضغط هنا على ثلاث النقاط في الاعلى، ثم احنا ننزل الى الاسفل قليلا، ثم احنا نضغط هنا على ازالة الضغط اخواني اخواتي، ثم راح نضغط هنا على التأكيد. الان يتم ازالة الضغط على الاضافة التي قمنا بتحميلها، ثم بعد ذلك احنا نضغط هنا على اغلاق. تم انشاء ملف، لاحظ هنا تم انشاء الملف اخواني اخواتي هنا بوست اول فيسبوك جروب اون كليك. ثم بعد ذلك احنا خرجنا، ندخل الى المتصفح براوزر بيتا. نصيحة لكم اخواني، اذا كنت اول مرة تستعمل هذا المتصفح، عندما تريد فتح الفيسبوك الخاص بك، ربما الفيسبوك راح يعتبر ان الفيسبوك الخاص بك تمت سرقته، وفي هذه الحالة يطلب منك تأكيد الهوية. لازم أن تتأكد بأن الجيميل الخاص بك شغال ورقم الهاتف بك شغال. إذا الفيسبوك طلب منك تأكيد الهوية يكون عندك الموضوع سهل جدا. هذه كنصيحة لكم إخواني. ثم بعد ذلك احنا ندخل إلى الفيسبوك الخاص بنا، ثم تتسجل الدخول إلى الفيسبوك الخاص بك بالطريقة العادية. ثم بعد ذلك احنا نضغط هنا على هذا المربع، ثم احنا نضغط هنا على علامة الزائد، ثم راح نكتب هنا كروم بهذه الطريقة اخواني، كروم هنا نقطتين انتي سلاش انتي سلاش، ثم بعد ذلك اكستيسيون بهذه الطريقة اخواني. ثم بعد ذلك احنا نضغط جو. ركزوا معي اخواني اخواتي، ثم بعد ذلك راح نقوم بتفعيل هذه الخاصية هنا اخواني في الاعلى، بتفعيل وضع مطور البرنامج هنا اخواني. ثم بعد ذلك احنا نضغط هنا على لود هنا الخانة الاولى. ثم بعد ذلك احنا نضغط هنا في الاسفل على اتاش فيل. ثم بعد ذلك احنا ندخل الى الملف الذي قمنا بتنزيله قبل قليل، وهو هذا الملف بوست اول فيسبوك جروب اون كليك.
ثم حنا ننزل الى الاسفل ثم حنا نضغط هنا على مانيفيست جيسون. ركزوا اخواني، هذا الملف مانيفيست جيسون، نضغط عليه ضغطة. تم تحميل معنا الإضافة بنجاح في المتصفح. تأكد بأن هذه الإضافة مفعلة من هنا أخي أختي، هنا باللون الأزرق. ثم بعد ذلك راح نرجع إلى الفيسبوك بالضغط على هذا المربع، ثم راح نرجع إلى الفيسبوك، ثم راح نضغط هنا على ثلاث نقاط في الأسفل إخواني، ثم راح ننزل إلى الأسفل، ثم راح نضغط هنا على إكستنسيون. ثم بعد ذلك راح تظهر معنا الإضافة التي قمنا بتحميلها والتثبيتها على المتصفح. نضغط على ضغطة ثم راح تحولنا إلى هذه الواجهة. هنا راح نكتب post on بهذه الطريقة إخواني on. لاحظوا تم انبثاق معنا فيسبوك أوتو بوستر. نضغط هنا على start. فقط ركزوا معي في الشرح وتطبقوا الشرح بالحرف ولن يكون عندكم أي مشكلة إن شاء الله. أنني درست هذه الإضافة جيدا، يعني أخذ مني وقت طويل. ثم راح نبدأ في النصائح الخاصة بهذه الإضافة إخواني، لأن أصبح الأمر صعب عند الفيسبوك. للتفادي المشاكل إخواني أخواتي، دائما أنصحكم كأخ لكم. أول خانة عندنا هنا وهو الفرق ما بين النشر بين المجموعة والمجموعة الأخرى. لا نعتمد على ما بين 5 ثواني أو 10 ثواني، راح نقوم بتحميلها إلى 10، ما بين 10 أو 15 ثانية. ثم بعد ذلك هنا راح تكتب البوست الذي تريده، مثلا اشترك في القناة هكذا إخواني. إذا كنت تريد أن تضع رابط، أنصحك أن تضع الرابط بوست الخاص بالفيسبوك بهذه الطريقة، تضع الرابط هنا في الأسفل. ثم بعد ذلك هنا راح تختار 20 مجموعة. اسمعني جيدا أخي أختي، 20 مجموعة. كنا سابقا ننشر في 300 400 500 ولا يوم من الأمر. الآن صار الموضوع صعب والموضوع تركز عليه شركة الفيسبوك. هنا راح تقوم بتحديث 20 مجموعة. إذا أردت تحديد للكل تضغط هنا على Select All، ولكن أنصحك فقط اختار هنا 20 مجموعة. ثم بعد ساعة يعني ساعة مجانية أو ساعة من الوقت تقوم بالنشر من جديد للتفادي الحظر من النشر إخواني أخواتي. هنا تم اختيار 20 مجموعة، ثم أقوم بالضغط هنا على Submit، ثم يقوم الإضافة بالنشر هنا في الأسفل بطريقة جد سهلة. راح تلاحظون النشر باللون الأخضر. أنصحكم إخواني أن تقوموا بهذه النصائح التي قلت لكم. لاحظون تم النشر في المجموعة الأولى لأن مهم لكم إخواني أخواتي. يعني ما بين نشر ونشر ساعة من الوقت. أنا أستعمل هذه الطريقة ولا أجد أي مشكلة. لما تتعود عليك الفيسبوك أنك دائما شغال في النشر ما بين وقت لآخر، هنا يعتبر أن المحتوى الخاص بك صحيح، لا تقوم بإزعاج للمتابعين. هنا يتم النشر بطريقة سهلة وجيدة. لاحظوا إخواني أخواتي، يتم النشر هنا بالطريقة الصحيحة. هنا راح يستغرق مني وقت لأني وضعت 15 ثانية، ما بين 10 و15 ثانية ما بين المجموعة والمجموعة الأخرى، راح يستغرق مني بعض الوقت. أتمنى الشرح يكون نال إعجابكم، أتمنى الشرح يكون خفيف ظريف على قلوبكم. لا تنسوا مشاركة الفيديو مع الأصدقاء لكي تدعموا القناة، واشترك في القناة إذا كنت لا غير مشترك في القناة. شكرا لكم على مشاهدة الفيديو. سلام.